إذن ما يحدث الآن لا يمكن أن يوصف بأنه ثورة شعبية احتجاجات عابرة لا أكثر. يعني هي ثورة مطلبية، هي احتجاجات مطلبية قد تتحول فيما لو استمرت زمنا ومساحة في المجتمع الإيراني قد تتحول لثورة. يعني سمات الثورة ليست فقط هنا وهناك ومن أجل مطلب الخبز أو الكهرباء أو أجور أو رفع أجور أو ما شابه. القضية عندما يكون هناك ثورة حقيقية يجب أن تمتد على كل الجغرافيا الإيرانية، وأيضا يجب أن تكون قوية وليست فقط من أجل مطالب. يعني اليوم إن حقق نظام الملالة مطلب الخبز أو الأجور فتنتهي الثورة مثلا؟ يعني بهذا الشكل ليست القضية هكذا، لأن سبب بلاء الشعوب الإيرانية هو هذا النظام الطاغوتي، هذا الحكم الشمولي الذي يقمع ويقتل وكما قلت يضرب يوميا ويعتقل ويضع الكاميرات ويتابعون، وهناك السجون ملأة حقيقة في انتفاضات سابقة واليوم أيضا ملأة بالناس المنتفضين ضد حكم الملالة. ولا حرية ولا ديمقراطية، كل ما يدعونه من أن هناك جو ديمقراطي وأن هناك برلمانات هي كذبة كبرى، هو يشبه كثيرا نظام الحكم المستبد الفاشي في دمشق. يعني هم يعني كما يقال متآلفين يشبهون بعضهم بعضا، وبالتالي ما يمارس في دمشق هو نفسه ما يمارس في طهران. وسابقا قيل وهذه مؤكدة أن الإيرانيين من نصحوا نظام بشار الأسد بقمع الانتفاضة التي بدأت في درعا ثم تحولت إلى ثورة، وهو من أشار عليه بأن القمع والقتل والاعتقال هو الذي ينهي الثورات ويضع الناس في حالة من الفوضى وعدم القدرة على متابعة الانتفاضة ضد أي نظام.